بسم الله الرحمن الرحيم. هاي الرسالة كيف ما شفت قافلة الأمل والمحبة والتعايش السلمي. ألا بالتعايش السلمي تبنى الأوطان. هاي الرسالة نختار نوجهها للشعب الموريتاني كامل، على أن الشعب واحد موحد ولأنه قابل لحد يفرقنا. وذوك الخطابات المتطرفة نحن ما تلاومش على دمقتنا فترنا ونتحسن بينا من الفيافي اللي ما يدل ولا يبني الدول، واللي في ذاك يا الله تعود الشعب الموريتاني واعي. افترنا بين الكذب عليه، وافترنا بين العياط، بين البديات والتيفي برواقيج وبيع الحمر رواقيج وبيع الذمم وبيع 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 والمراد والمؤامرات من فوقنا والاستفاقات. لذلك طالبين الشعب الموريتاني بعل انه يتوحد بابيض وكحل واصفر بالوان وكامله وطوائفه وبشرائحه، ولا نقبله حد يلعب فينا والله يعذر لحد منا تجاره والله حد يتبوتك منا. نحن دوله مسلمه، ديننا واحد وربنا واحد، ولانا عبدو غير مولانا كامل، ونصلوا في مسجد واحد وناكلوا من قداح واحد. هذا اللي طلعنا شنو هو اللي عود كل رقاج يجرنا الازر يتيفي بينا والله يلعب بينا والله ذاك. نحن لهم بالمرصاد وباذن الله بلد كامل وصلوا راجل بكراع ويلوث دمقة هذو المسلمين. نحن ندورنا تلبوهم اللي بكرعينا ونطهروا لكم الدمقة. لكم تحياتي هارون ستايل.